حائز على شهادة الماجستير في التعليم، وحائز على عدة جوائز في مسابقات قرآنية. من أندونيسيا المتسابق أبو قحافة سعد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
فليبدكن آذان الأنعام ولا آمرنهم ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق أبي قحافة سعد الله من أندونيسيا، وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله أبي قحافة، قراءة رائعة وأداء ممتاز وصراحة أبدع يعني، وهذا ليس بعجيب على قراء أندونيسيا، فاعتدنا منهم حتى حصول المراكز في المسابقات أحيانا الأول الثاني الثالث، فهذا ليس بعجيب عليهم. أدى أداء رائع وموفق، وأتمنى له إن شاء الله التوفيق في المراحل القادمة. أحسنت حبيبي ما شاء الله. الشيخ الدكتور باسم العابدي، رأيكم؟ بارك الله بك. مدح الأستاذ الشيخ محمد، وأنا أيضا يعني أثني عليك، ولكن كنت أتمنى أن تحتاط في بعض المواضع وتنتبه إلى النص، ولكن لعجمتك ولغتك غير العربية يمكن أن وقفت في بعض المواضع غير الصحيحة وغير الدقيقة. أنت بدأت من أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وفصلت بين الفعل ومتعلق الفعل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه لا يمكن البدء بأن يشرك، هذا أمر. الأمر الآخر، أنت فصلت بين الجمل ووضعت فعلا لجملة مختلفة لا ترتبط بهذا الفعل، كما في ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ثم وقفت، وهذا وقف صحيح وجيد، ثم ولكنك عدت وفصلت بين الفعل ومتعلقه، فقلت فليبتكن آذان الأنعام وفليبتكن مرتبطة بي ولا آمرنهم، هذا أيضا هنا غير جيد. ثم رجعت وقلت فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم، هذه ولا آمرنهم مرتبطة بما بعدها فلا يصح أن تدمجها بما قبلها،
بارك الله بك، إن شاء الله تتعلم العربية بشكل جيد وتتقنها بشكل جيد، وإن شاء الله نراك في أحسن المراتب. شكرا لك. السيد كريم موسوي تقييمكم. كان رائعا في أدائه، جميلا بصوته، ونقيا بحضوره، واللبسة هم حلوة. يعني أنا عجبتك اللبسة؟ أي والله. السيد حسنيان يعني. تفضل. عجبت اللبسة؟ نعم. أنا هم عجبتني طبعا. شكرا جميل. لك يا حبيبي. يحتاج يعني تمرين شوية أكثر ويقلل الجهد قبل التلاوة بالمسابقة أو برنامج آخر، لأن عادة احتدنا على المشاركات الإندونيسية بشكل رائع جدا صوتا ونفسا، وبالتالي الصوت إن كان جاهزا قد يؤدي به جمل نغمية جميلة جدا، أدى بشكل جميل، ولكن كنت أتوقع منه يكون أجمل. إن شاء الله تعالى إذا تأهل إلى المرحلة القادمة نسمع منه جمل نغمية بصوت أكثر استقراراً. الأستاذ عماد رامي تفضل. لا أحب أن أضيف يعني حكوا الشباب الكلام اللي بدي يقوله. ولو كان استهلال، أنت هم سجل هذا الملاحظة أنا مرة. أي طبعاً كاتب. استهلاله كان بطيء شوية. استهلال كان بطيء كتير، بطيء شوي مو كتير. بس شوي لما كتير. لا شوي بطيء كتير. شوي. لما صعد إلى الجواب لمع صوته بمكان ما، وهون بين جمال الصوت. حياكم الله. انت كمان عجبك اللبس؟ ما شاء الله. عجبك الملابس كمان؟ نختم مع الشيخ عمر تفضلوا. حقيقة لا استطيع ولا ازيد على ما قاله شيخي الشيخ باسم والشيخ محمد عصفور بارك الله فيهما، فاغلب ملاحظاتي كانت في الوقف غالبا، ولكن في احكام التلاوة ومخارج الحروف كان اداء جيدا، وما نوصيه كذلك فقط يعني أن يعتبر للنفس وأن يأخذ النفس الكافي وأن يحسن توزيع النفس على الكلمات والحروف، وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا للجنة التحكيم، ونتمنى أن نلقاكم المشترك أبي قحافة سعد الله في المرحلة الثانية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. تفضل.